كان بوتين يجتمعان في اسطنبول ويتفقان على تفعيل التنسيق العسكري والاستخباراتي بينهما. قصف صاروخي ومدفعي لقوات النظام على مواقع خسرتها أمام المعارضة في حلب. المحكمة الاتحادية العراقية تنقض قرار العبادي إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية. أهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية من التلفزيون العربي في لندن التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في اسطنبول حيث طالب أردوغان بإنهاء أزمة سوريا وإيصال المساعدات وفي ثالث لقاء بينهما بعد أزمة إسقاط الطائرة الروسية بحث الرئيسان التعاون المشترك في مجالات الطاقة وتطور مسار إنشاء روسيا للمحطة النووية التركية الأولى في مدينة مرسين أما رئيس بوتين فأكد في كلمته على مكانة روسيا كمورد للطاقة يمكن الاعتماد عليه على حد قوله داعيا الدول المنتجة للطاقة للانفتاح شرقا على الهند والصين واليابان لتوسيع مجالات التعاون لا طاقة لتوتر العلاقات بعد اليوم تركيا وروسيا تقويان علاقاتهما باتفاقيات جديدة للطاقة لتكون المصالح التجارية والاقتصادية أقوى من أي عداء تاريخي بين البلدين عملنا المشترك على مشروع السيل التركي والذي يهدف لنقل الغاز الطبيعي الذي نشتريه من أنابيب البلقان مباشرة من روسيا عبر البحر الأسود مستمر ونحن نقارب ذلك بكل إيجابية يزيد في متانة العلاقات التركية الروسية توقيع الجانبين على اتفاقية استراتيجية كاتفاقية السيل التركي التي من شأنها أن تفتح آفاقاً اقتصادية هامة لكلا البلدين لدورها في نقل الغاز الروسي عبر الأراضي التركية إلى أوروبا. وكذلك اتفاقية إنشاء المحطة النووية أكيو لتوليد الطاقة. الآن وكذلك عبر التحضيرات لزيارة اليوم ناقشنا مع شركائنا الأتراك والرئيس أردوغان بالتفاصيل هدف تطبيق مشروع السيل التركي. هو اللقاء الثالث بين الرئيسين التركي والروسي خلال شهرين. اسراعهما في تجاوز الخلافات السياسيه وازمه اسقاط الطائره يفتح باب التكهنات على حلول جديده للازمات الاقليميه وفي مقدمتها الحرب السوريه. لا شك ان المصالح الاقتصاديه هي المحرك الاساسي لاعاده العلاقه بين انقره وموسكو. لكن تقاطع الطرفين في برود العلاقه مع واشنطن هو الدافع الاقوى لهذا التقارب السياسي. احمد غنام تلفزيون عربي اسطنبول ينضم الينا من اسطنبول الباحث في العلاقات التركيه الروسيه الصحفي فراس رضوان اوغلو اهلا بك معنا سيد فراس ماذا تقرا بين سطور هذه الاتفاقات التركيه الروسيه وماذا يمكن ان يترتب عليها اقليميا. طبعا العلاقات بين تركيا وروسيا اصبحت تتحول من علاقات شراكه الى علاقات استراتيجيه الى علاقات استراتيجيه بين البلدين. تركيا تحتاج روسيا وايضا في نفس الوقت روسيا تحتاج تركيا، تركيا الان تعد نفسها عالميا على انها ممر هام لجميع خطوط الطاقه في تلك المنطقه الخطوط القادمه من روسيا او من قادمه من اذربيجان ايضا باتجاه اوروبا باتجاه اليونان الى ايطاليا الى الى اوروبا جميعا بين السطور هذا بالنسبه لتركيا هي ما تسعى اليه نحو الاستراتيجيه الكبيره تركيا الآن أصبحت من في مصاف الدول الكبرى لا تسعى إلى مشاريع صغيرة أو مشاريع ليست بالحجم الكبير هي تسعى إلى بالحجم الاستراتيجي الكبير يعني قبل ذلك زيارة وزير الخارجية البريطاني جاء من أجل تفعيل مشاريع أخرى أيضا كبيرة لكن مشاريع الطاقة الآن بالنسبة لتركيا مهمة جدا لذلك تتوالى الأمور ليس فقط مشروع الطاقة حتى هناك عدة مشاريع أخرى يعني الرئيس في خطابه يقول في تصريح الصحفي مع الرئيس بوتين قال ليس فقط يعني لموضوع الطاقة الطاقة والسياحة وحتى الأمور التصدير طيب ما ماذا ماذا بشأن الأزمة السورية الـ الـ هل نتوقع النووي. سيد فراس ماذا بشأن الأزمة السورية هل نتوقع أي انعكاسات وما حدود التنسيق فيما يتعلق بالأزمة السورية فيما يتوقع في في مسألة سوريا هناك يبدو تفاهم آه شبه تفاهم بين تركيا وروسيا حول مسالتين المساله الاولى ان كلا الطرفين كانه يومي باللوم على آه على الولايات المتحده الامريكيه بانها لم تساعد في ايقاف الحرب وخاصه في منطقه حلب وايضا الشيء الاخر الذي طرحه بوتين والقاه في في البيان الصحفي مع رئيس اردوغان او آه قال آه نحن في نريد الدخول المساعدات الانسانيه في بما يسمى آه عن طريق آه كلا الطرفين اي المعارضه والقوات النظام قوات النظام السوري تبتعد او تفتح المجال او لا تسيطر على خط الطريق الذي يصل ما بين الذي يصل هو طريق الكاستيلو الى اخره الذي يصل المعونات الى حلب يعني التركي في صمتها الذي كان موجود يبدو انها موافقه على هذا الشيء ولذلك بوتين بادر بادر في هذا الكلام حين قال نحن نريد لكن الولايات المتحده الامريكيه لا تريد او لا تستطيع ان تفرض رايها على المعارضه او انها غير قادره على ذلك. يعني نوعا ما يوجد يوجد تفاهم بسيط بين بين الطرفين وخصوصا ان اردوغان صرح ذلك في في الافتتاح المؤتمر حين قال تعالوا جميع جميع الاعضاء او جميع المشتركين في في المساله السوريه تعالوا نمد يدنا الى بعض ونجد حل سلمي سلمي لهذه المساله الموضوع الانساني في سوريا اصبح كبير اصبح يضايق تركيا وأيضا بالنسبة لموضوع المرور الخطوط الطاقة من تركيا تحتاج تركيا لأن يكون حدودها آمنة ولذلك هذا مهم لروسيا ولتركيا أيضا لذلك بارد. تسعى البلدان إلى إلى إنشاء حدود آمنة وخاصة في الجنوب يعني هي أكثر من منطقة في الجنوب شكرا جزيلا لك من إسطنبول الباحث السيد فراس رضوان أغلو الباحث في العلاقات التركية الروسية قال المتحدث باسم الحكومة التركية ونائب رئيس مجلس الوزراء التركي نعمان قورت مولش قال ان بلاده مطمئنه من ان الامم المتحده لن تصدر اي لن تصدر اي قرار بشان القوه التركيه الموجوده قرب مدينه الموصل مؤكدا ان بلاده لا تطمع في أراضي عراقيه او سوريه واضاف قورت مولش خلال حديث خاص مع التلفزيون العربي ان استمرار الصراع في سوريا قد يؤدي الى مواجهه مباشره بين روسيا والولايات المتحده أنا لدي قناعة أصرح بها علنا منذ سنة ونصف وهو أن الحرب في سوريا انتهت الحرب هناك بدأت حرب أهلية ثم حرب بالوكالة كل المنظمات المسلحة أتت من أصقاع الدنيا إلى سوريا سوريا أصبحت محطمة صلاحية حرب الوكالة في سوريا انتهت فمثلا اذا ارادت امريكا وروسيا استمرار الحرب في سوريا بعد اليوم فستصلان الى نقطه سيضطران فيها لمحاربه بعضهما البعض وهذا ما لا تطمح اليه كلتا الدولتين. وفي الشان السوري قتل خمسه مدنيين على الاقل وجرح اخرون بقصف صاروخي لقوات النظام على حي الشعار بمدينه حلب. وشنت المقاتلات الحربية الروسية ليلة أمس قصفاً مكثفاً على بلدة الزربة في ريف حلب الجنوبي ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين. الهجوم العنيف الذي تشنه قوات النظام السوري والفصائل المساندة لها بغطاء جوي روسي على الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة المعارضة في مدينة حلب يبدو انه لا يزال عاجزا عن تحقيق اهدافه بالحفاظ على المواقع التي سيطر عليها النظام في المدينه بالايام الاخيره فرغم الغارات الكثيفه والمتواصله التي تشنها الطائرات الروسيه والسوريه على المدينه المحاصره تمكنت فصائل المعارضه عقب اشتباكات عنيفه مع قوات النظام من استعاده السيطره على مواقع تقدمت اليها هذه القوات في حي بستان الباشا شرقي حلب في حين تجددت الاشتباكات بين قوات النظام والمعارضة السورية على أطراف حي الشيخ سعيد وسط قصف صاروخي ومدفعي من قوات النظام على الحي الذي كانت المعارضة قد استعادته أمس غارات الطائرات الروسية لم تستثني الجنوب السوري من قصفها أيضا فقد استهدفت بعد منتصف ليل أمس الأحياء السكنية في مدينة دوما بريف دمشق الشرقي بثلاث غارات بالقنابل الفسفورية قتل جراءها خمسة مدنيين وأصيب نحو عشرين آخرين بحروق مختلفة الشدة فيما اشتعلت الحرائق بممتلكات السكان وتبقى وقائع القتال سيدة الموقف في سوريا بعد انهيار اتفاق الهدنة الروسي الأمريكي وفشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار ينهي معاناة السوريين جراء الفيتو الروسي في العراق قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي جاءت ضمن التدابير الإصلاحية لرئيس الوزراء وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أجلت نهاية العام الماضي النظر في دعوتين رفعهما أسامة نجيفي أحد نواب الرئيس المقالين ورئيس ائتلاف متحدون للإصلاح للطعن في قرار إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية وكان مجلس الوزراء قد أقر في شهر أغسطس من العام الماضي سلسله اصلاحات عرضها رئيس الوزراء حيدر العبادي شملت الغاء مناصب نواب رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء كما صادق مجلس النواب بالاجماع على الاصلاحات المقترحه بعد عام وثلاثة أشهر ألغت المحكمة الاتحادية قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة كل من نور المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي المحكمة عللت حكمها بتعارض قرار العبادي مع بنود الدستور العراقي هناك فراق سياسي داخل الدولة هناك عجز بإدارة مؤسسات الدولة ، عجز بإدارة الوزارات ، فاليوم من الضروري جدا أن يأتي هذا القرار لإعادة التوازن للعملية السياسية والوضع السياسي في العراق. أول المعارضين للقرار وأكثرهم تأثيرا كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي عده تكريسا للفساد الصدر طلب أنصاره بمظاهرات حاشدة أمام مجلس القضاء الأعلى معلنا عن تعليق المفاوضات مع التحالف الوطني الشيعي التيار الصدري كان يراهن كثيرا على القواعد الجماهيرية للتيار الآن وبعد المظاهرات بتقديري تناقصت اعداد مناصري التيار الصدري لان الحاله الزئبقيه والحاله التردديه والمواقف الغير منطقيه انا اعتقد قللت من المساحات للتيار قرار المحكمة الاتحادية يعتبر انتكاسة جديدة للعبادي ونسفا لاحد ابرز اجراءات فترة حكمه ويضعفه اكثر امام البرلمان والشارع. المالكي رد على الصدر من على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي بانه يرفض التهديدات التي تطلقها بعض العصابات الساعية الى تحريك القضاء والسلطة التنفيذية وفق عقلياتها المنحرفة. حكم المحكمة الاتحادية هو انتصار للمالكي الذي يستعيد منصب نائب الرئيس وما يتبعه من امتيازات وحصانة تمنع تتبعه في التهم الموجهة إليه بالفساد والتسبب في جرائم حرب طارق ماهر التلفزيون العربي بغداد ومن بغداد ينضم إلينا الكاتب الصحفي أحمد الفراجي أهلا بك أحمد أحمد كيف كان صدى هذا القرار في الرأي العام وفي الاوساط السياسيه في العراق يعني بدايه تحيه لك استاذ سرمد وتحيه لمشاهدي التلفزيون العربي بالتاكيد حقيقه هذا القرار اليوم فجر قنبله بين الاوساط اولا الشعبيه وخصوصا بين المتظاهرين الذين خرجوا يعني قبل عدة يعني أسابيع من الآن أو قبل عام حقيقة شهد العراق مظاهرات عارمة على ضوئها اتخذ رئيس الوزراء العراقي السيد حيدر العبادي هذا القرار بي يعني بإقالة هؤلاء أو بي يعني بتجميد لكن حقيقة أنا أعتقد أن هذا القرار ستكون له تداعيات خطيرة أو ما نسمعه بان وما ما نقراه وخصوصا بعدما صدر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والذي هدد بمظاهرات عارمه يعني بعد انتهاء مراسيم عاشوراء ايضا هو سيفتح الباب امام ازمه جديده بين التحالف الوطني اي التحالف الشيعي وبين المالكي فاعتقد الامور يعني ستسير نحو الاسوا وايضا هو القرار هو بالاصل هو قرار قبل أن يكون قراراً قضائياً، نعم طيب أحمد هل لدى العبادي الآن خيارات أو هل كان له أي رد فعل رسمي تجاه هذا القرار؟ يعني حقيقة السيد العبادي الآن يعني تم تطويقه بشكل كامل من من قبل، وأنا أتكلم هنا تطويقه سياسيا من قبل السيد نوري المالكي، عودة السيد نوري المالكي مجددا إلى الساحة السياسية العراقية ستكون لها تداعيات خطيرة، أولا هنالك التقارب أولا سيفشل التقارب الذي حصل بين الكرد وبين السيد العبادي وكذلك أيضا سيكون حجر عثرة امام وسيكون ايضا هو عنصر يعني غير مرغوب به من ناحيه العلاقات إن كان على المستوى التركي وايضا هو سيزيد من هذه الازمه بين بغداد وبين تركيا انا اعتقد ان السيد العبادي حقيقه حتى هذه اللحظه لم يكن له رد رسميا على هذا القرار لكن ما قراته هنالك ارتياح من قبل السيد العبادي وما صرح يعني ما ما تحدث به الناطق الرسمي نعم. باسم مكتب السيد العبادي الدكتور سعد الحديثي هو رحب بالقرار وقال هذه خطوة نحو الإصلاحات ونحن نعم. لا نتدخل بقرار المحكمة الاتحادية العراقية نعم وضحت صورة جدا من بغداد الكاتب الصحفي أحمد الفراجي شكرا جزيلا لك. في الشأن الفلسطيني، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم منزلين تملكهما أسرة الشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح، منفذ عملية إطلاق النار أمس التي أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين في القدس المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال عددا من أقارب أبو صبيح. في ساعته الاخيره ودع مصباح جميع افراد اسرته تمهيدا لتسليم نفسه لشرطه الاحتلال التي حكمت عليه بالسجن اربعه اشهر او هذا ما اعتقده الجميع. مصباح فضل الاستشهاد بتنفيذه عمليه اطلاق نار في القدس، راح ضحيتها شرطي ومستوطن اسرائيليان. كاجراء انتقامي شنت قوات الاحتلال اليوم حمله اعتقال واسعه في صفوف العائله شملت حتى الاطفال. عمره ما زعلني، عمره ما صاح عمره ما سمعني كلمه ازعل منه. والله ما زعلني عمره عنده ثلاث اولاد وبنتين بنته اللي اللي اخذوها عمرها السنه عليها توجيهي يصادف يوم استشهاد مصباح ذكرى السادسة والعشرين لمذبحة الأقصى والتي ارتقى فيها ابن عمه مجدي يوم حاول متطرفون إسرائيليون وضع حجر أساس للهيكل المزعوم في باحة الحرم الشريف استشهد مجدي وهو بدافع عن المسجد الأقصى و... واليوم بعد 26 سنة بالذكرى اللي فيها استشهاد أخوي مجدي كان اليوم بنودع شهيد آخر من عائلة أبو صبيح برضو فضل الأقصى وحبه للمسجد الأقصى هذا وأخذت قوات الاحتلال قياسات كل من منزل الشهيد ومنزل أبويه بقصد هدمهما لاحقا كعقاب جماعية وهو ما يفعله الاحتلال لجميع ذوي الشهداء من منفذي العمليات هو أشبه بالبركان الذي يهدأ حينا وينفجر حينا آخر هكذا هو حال القدس منذ عقود وسبب هو ذاته في الأمس واليوم الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى ورواده والتي من فك الاحتلال عن ممارستها ممارسات قد تمهد الطريق أمام موجة أخرى من العمليات واحتقان الأوضاع في المنطقة من بلدة الرام شمالي القدس بشار صغير التلفزيون العربي ما زلتم نشرة الأخبار وفيها العاهل المغربي يكلف زعيم حزب العدالة والتنمية الفائز في الانتخابات بتشكيل حكومة كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس زعيم حزب العدالة زعيم حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن فاز الحزب بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة وأكد القيادي في العدالة والتنمية الذي كان يشغل منصب وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها أن الملك محمد السادس استقبل عبد الله بن كيران أمين عام الحزب وكلفه بتشكيل حكومة وكان حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية قد حصل على 125 مقعدا من أصل 395 بينما حصل حزب الأصالة والمعاصرة المنافس على مئة ومقعدين وكان بنكيران قد استبعد في تصريحات صحفية مواجهة حزبه صعوبات في تشكيل ائتلاف حكومي رغم الحملة الإعلامية والانتقادات التي وجهت لطريقة إدارة الحزب شؤون البلاد في المرحلة السابقة انضم إلينا من العاصمة المغربية الرباط الصحفي من جريدة إخبار اليوم سيد عبد الحق بالشكر أنا بك معنا سيد عبد الحق، هل الطريق الآن بحسب المعطيات معبدة أمام السيد بن كيران لتشكيل حكومة أو ائتلاف حكومي؟ في الحقيقة الطريق أصبحت معبدة لعبدالإله بن كيران لتشكيل حكومته الثانية أولا لأنه خرج من هذه الانتخابات في 7 أكتوبر بدعم شعبي كبير بتفويض شعبي لولاية ثانية بحيث انتقل عدد مقاعد الحزب من 107 إلى 125 ثانيا لأنه حظي بتعيين من طرف الملك محمد السادس وهذا دعم ملكي له. ثالثا هناك استعداد لعدد من الأحزاب المشكلة حاليا للبرلمان للدخول في ائتلاف حكومي مع حزب العدالة والتنمية باستثناء حزب الاصالة والمعاصرة الذي يعتبر الحزب الوحيد لحد الان الذي اعلن انه غير معني بالدخول في الحكومة وحتى رئيس الحكومة ان سبق ان اعلن بانه مفاوضاته ستكون مفتوحة مع جميع الاحزاب باستثناء حزب الاصالة والمعاصرة طيب ولكن مع الحملة الاعلامية والانتقادات التي وجهت مؤخرا لطريقة ادارة حزب العدالة شؤون البلاد الا تعتقد ان ربما هناك تاثير على الرغم من من هذا القبول الملكي لبنكران في تشكيل الحكومه طبعا كانت هناك انتقادات كثيره من المعارضه على الخصوص ومن بعد ومن مجموعه من النقابات وذلك بسبب عدد من القرارات التي اتخذتها الحكومه خاصه ما يتعلق باصلاح نظام التقاعد واصلاح نظام الدعم او نظام المقاصه كما يسمى هنا في المغرب لكن نتائج الانتخابات اظهرت بان هذه الانتقادات كلها لم يكن لها انعكاس على راي الناخبين لانه رغم ان هناك انتقادات كبيره فان الحكومه دافعت عن انجازاتها في عدد من المجالات خاصة في القطاعات الاجتماعية والتي ساهمت في تشكيل صورة إيجابية لدى الناخبين حصول الحزب على المرتبة الأولى بحوالي مليون وستمية ألف صوت يعني يعتبر إنجاز مهم لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الحق بشكر الصحفي في جريدة أخبار اليوم شكرا جزيلا لك كنت معنا من العاصمة المغربية الرباط اتسمت المناظرة التلفزيونية الثانية بين مرشحي مرشحي الانتخابات الرئاسية الامريكية بالحده والتوتر، تبادل كل من دونالد ترامب وهيلاري كلينتون الاتهامات الشخصية وطالب كل منهما الاخر بالاعتذار. المزيد في هذا التقرير لمراسلة ناريما ابو حمدية. وسط اجواء مشحونه ودون اي تصافح بدات المناظره الثانيه بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب وبحسب التوقعات هيمنت الفضائح والاتهامات الشخصيه على قسم كبير من المناظره التي هدد فيها ترامب المرشحه الديمقراطيه بالسجن على خلفيه استخدامها بريدا خاصا عندما كانت وزيره للخارجيه كلينتون اتهمت روسيا بانها تسعى لترجيح كفه ترامب في الانتخابات عبر عمليات القرصنه الالكترونيه التي قال ترامب انها ربما لم تحصل وفي الحرب على الارهاب اتهمت كلينتون موسكو بانها لا تهتم بتنظيم داعش وانما تسعى لابقاء النظام السوري تكهنات كثيره سبقت المناظره بعد الفضيحه الاخيره التي هزت حمله ترامب لكنها ازالت الشكوك وفق متابعين حول متابعه ترامب للسباق الانتخابي بعد مطالبه الكثير من اعضاء حزبه له بالتنحي عن السباق تشير استطلاعات الرأي إلى أن كلينتون فازت في المناظرة الثانية مع ترامب وإن رأى أكثر من نصف الأمريكيين أن أداء ترامب كان أفضل من توقعاتهم لكن هذا لا يعني بالضرورة تغيير المعادلة الانتخابية ريم أبو حمدية تلفزيون العربي من مقر المناظرة في جامعة واشنطن سانت لويس ميزوري إلى اللقاء بإذن الله